التلفزيون العربي. الآن هذه الكلمة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. في 7 أكتوبر حماس بدأت هذه الحرب عندما ذبحت 1200 إنسان بريء بما فيهم 44 أمريكي. حماس قامت بأعمال مروعة من العنف الجنسي وأخذت 250 رهينة. هناك مواطنين أمريكيين لا يزالون أسرى في غزة. ساجي، ديكول، هيرش، جولبرغ وهولاند، وإيدان ألكساندر، كيث سيجل، أومان نوترا، وبقايا مواطنين أمريكيين جودي وابستين وغاد هاغاي وإيتاي هن. رفاتهم لا تزال محجوزة في غزة. اجتمعت مع عائلات الرهائن الأمريكيين عدة مرات وقلت لهم في كل مرة أنهم ليسوا وحدهم وأنني أقف إلى جانبهم، والرئيس بايدن وأنا نعمل في كل يوم من أجل إعادتهم إلى بلادهم. أيضا عبرت مع رئيس الوزراء عن قلقي العميق بشأن نطاق المعاناة البشرية في غزة، بما في ذلك وفاة أو موت الكثير من المدنيين الأبرياء، وأوضحت قلقي بشأن الموقف الإنساني البائس هناك، حيث أكثر من 2 مليون نسمة يواجهون عدم أمان غذائي ويواجهون أيضا عدم أمن غذائي حاد. ما حدث في غزة في الأشهر 9 الماضية كان مدمرا، وصور الأطفال الموتى والناس الجوع اليائسين الذين يهربون إلى الأمان أحيانا نازحين مرتين أو 3 أو 4. لا يمكن أن نشيح أوجهنا عن هذه المآسي وأن نسمح لأنفسنا بألا نشعر بالمعاناة، وأنا لن أسكت. وبفضل قيادة رئيسنا جو بايدن هناك صفقة على الطاولة لوقف إطلاق النار وصفقة للرهائن، ومهم أن نستدعي ما تشمله الصفقة. المرحلة الأولى تجلب وقف كامل لإطلاق النار بما في ذلك سحب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة. المرحلة الثانية الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة كلية، وهذا يؤدي إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية. حان الوقت لإنهاء هذه الحرب وإنهائها بطريقة تكون فيها إسرائيل آمنة وكل الرهائن يطلق سراحهم، ومعاناة الفلسطينيين في غزة تنتهي، والشعب الفلسطيني يمكن أن يمارس حقه في الحرية والكرامة وحق تقرير المصير. كانت هناك تحركات تبعث على الأمل في المحادثات للوصول إلى اتفاق، وأنا قلت لرئيس الوزراء نتنياهو حان الوقت أن نعتمد هذا الاتفاق. كل من يطالب بوقف لإطلاق النار، وإلى كل من يطمح للسلام، أنا أراكم وأنا أسمعكم. دعونا ننجز هذه الاتفاقية حتى نصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن وتوفير إغاثة هناك حاجة ماسة لها إلى الشعب الفلسطيني. في نهاية المطاف أنا سأبقى ملتزم بمسار يؤدي إلى حل الدولتين، وأعرف حاليا أن من الصعب أن نتصور هذا، ولكن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يضمن أن تبقى إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية آمنة، ويضمن أن يحقق الفلسطينيون الأمن والأمن والازدهار الذي يستحقونه. وسوف أنهي بهذا. مهم بالشعب الأمريكي أن يتذكر أن حرب غزة ليست مسألة ثنائية، ولكن غالبا المحادثة تكون ثنائية، بينما الحقيقة أنها أي شيء عدا أنها ثنائية. أنا أطلب من المواطنين الأمريكيين أن يشجعوا على الجهود، وأيضا
دعونا جميعا ندين العنف والإرهاب ونفعل كل ما نستطيع لمنع معاناة المدنيين الأبرياء، ودعونا ندين معاداة السامية والخوف من الإسلام والكراهية من أي نوع، ودعونا نعمل من أجل توحيد بلادنا.